وسائل جديدة للركوب علامة من علامات يوم القيامة. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر الزمان رجال يركبون على المياثر حتى يأتوا أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف، العنوهم فأنهم ملعونات. قيل: يا رسول الله، وما يرخص الفرس؟ قال: لا تركب لحرب أبدا. هذا الحديث رواه الإمام رواه ابن حبان وابن ماجه، والله أعلم.